تم بالرباط توقيع اتفاقية تتعلق بسلسلة القيمة المرتبطة بتطوير مشروع هيفو أمونياك المغرب الذي يهم إنتاج الأمونياك والهيدروجين الأخضر. المغرب سيحتضن أكبر مزرعة للهيدروجين والأمونياك الأخضر على الصعيد العالمي، والتي سيخصص إنتاجها حصرياً للتصدير نحو أوروبا. هذا المشروع سيحفز التوظيف ويعزز الإبداع التكنولوجي ودمج سلسلة القيمة التي تجمع بين المصنعين والجامعات، والتي من شأنها إدامة هذا المشروع وجعل المغرب رائداً عالمياً في هذا القطاع. إنجاز مشروع بحوالي تكلفة بحوالي 860 مليون دولار، كل هذا يعطي دفعة قوية للمشاريع الطاقات المتجددة في المغرب التي أساسها استبدال الطاقات الأحفورية والطاقات الملوثة بطاقات جديدة وخضراء. ومن المقرر أن يحقق هذا المشروع الذي يندرج في إطار أهداف المملكة في مجال الطاقات المتجددة إنتاج أكثر من 31 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وأزيد من 151 ألف طن سنوياً من النيتروجين، وما يفوق 183 ألف طن سنوياً من الأمونياك الأخضر.